السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. نبتدي الفيديو بأول حاجة، بس هقول لكم على حق عليها يا جماعة. دي أسامي الناس اللي علقت وعايزة تيجي تحضر عزومة رمضان. أنا كاتبها في الورق هنا وهوريكم كل واحد واحد، ماشي؟ وبعد كده هنحطها هنا، هنطبقهم ونعمل كده ونختار أربع عشوائيين يجي يفطروا معانا في رمضان، ماشي؟ في آخر الفيديو هنتكلم عن الموضوع ده. الحاجة التانية، إحنا عشان بنحب الفانز بتوعنا ده، موبايل دينا مراتي A51 هي هتشتري موبايل جديد، فقررنا ان احنا ندي الموبايل ده لحد من الفانز بتوعنا. انا كنت فاتح لايف على التيك توك والناس عارفه بالموضوع ده. المهم، يعني اربع حاجات تقدر تعملهم ان انت تقدر تكسب الموبايل ده بكل سهوله، ودي حاجه انت هتشوفها حتى لما تيجي الناس اللي تتعزم عندنا. وهعمل لكم نفس اللي هيحصل في قرعه الناس اللي جايه تتعزم عندنا في رمضان، هو نفس اللي هيحصل في الناس اللي ممكن تكسب الموبايل او تكسب السماعه دي. تكسب السماعه دي او اتنين هم اللي هيكسبوا. يعني في العزومه في اربعه جم اتعزموا معانا وهيجوا قضوا معانا يوم، وفي اربعه هيقدروا ان هم يكسبوا الموبايل. اول حاجه انك الفيديو ده تعمله لايك، وسابق تكون انت مشترك في القناه. انت هتقول لي طب انا مشترك وعامل الفيديو لايك، هتاخد اخر ثلاث فيديوهات او اخر فيديوهين او اخر حسب ما تاخد، تعمل لهم شير عندك على الفيسبوك والواتساب ان يدعمونا ان هم الناس تشترك وتتفرج على الفيديوهات. فانت كده كانك بتدعمني. يعني الحاجه الثانيه، هتاخد سكرينايه للي انت عملته بتبعته لي في الانستجرام. هحط لكم اللينك بتاع الانستجرام تحت، بتاع دينا بتاعي تحت في المصادر تحت. الناس مش عارفه توصل للانستجرام. يبقى خلاص كده اتكلمنا بخصوص التليفون، وبرضه هعمل القرعه في اخر الفيديو لان عايز اتكلم معاكم في حاجه مهمه جدا جدا في الفيديو ده. اول حاجه مبدئيا، يا ريت كله يقول الف سلامه لدينا لانها تعبانه شويه، بطنها ومعدتها وجعاها من ساعه ما ابتلى الشوكولاته الكتير، والناس كلها قاعده تقول لها شوكولاته شوكولاته شوكولاته، فما شاء الله خدت عين في بطنها، فبقى لها كام يوم كده معدتها تعبانه. حتى هي كانت طالعه معايا في الفيديو بتاع امبارح، كانت مجهده جدا وتعبانه وكانت بتعمله بالعافيه، بس حبا فيك وهي طلعت معايا. المهم، عايز افكر الفانز. في ناس بتتابعنا من الاول، وفي ناس بتتابعنا حاليا. معلش خليك صبور معايا. الفيديو ده هعرض لك مجموعه من بعض الفيديوهات البسيطه اللي احنا عملناها في التيك توك او في اليوتيوب في الفتره اللي فاتت، حبه كده قليلين. عايز اعرف هل الابتسامه هتترسم على وشك، او هل انت هتتاثر بمشهد احنا عملناه واحنا بنقدم محتوى على القناه ديت دي اللي انت جاي ممكن تفكر وتقول لي ده انتوا ما بتقدموش محتوى، ده انت. خلاص خش دلوقتي استنى، هعرض لك مجموعه فيديوهات ورا بعض. تابعها عشان انت كمان تديني رايك في الكومنتات وانت بتعلق. تابعها، هل احنا فعلا نكمل في اليوتيوب وانتوا شايفيننا ان احنا حبينا ان انتوا تشوفونا، او ان انتوا ان احنا بنرسم لكم البسمه على شفايفكم، او احنا بنأثر فيكم في حاجه احنا بنقدمها. وعلى فكره عايز اقول لكم على حاجه، انا الحمد لله في الفيديوهات بتاعتي لو قلبتوا هتلاقوني انا اللي اتكلمت على الجوع والكورونا. يعني الناس اللي هي اتأزمت في قعدتها من البيت وما عندهاش شغل، الفيديو ده موجود عندي وهحطه لكم في المصادر تحت اللي عايز يخش يتفرج عليه، الجوع ولا الكورونا. المهم، يعني فانا من الناس اللي كانت بتقدم محتوى، واكيد الناس القديمه اللي عندي في القناه عارفه كده، بقدم محتوى هادف وليه معنى. جينا في اخر ايامنا عملنا شويه تحديات، تحديات لي انا من قعدتي كتير مع دينا في البيت، قلت لها ما تيجي نغير المحتوى اللي احنا بنقدمه شويه ونلحق نهزر مع الجمهور ونضحك. مش معنى كده ان هي ممكن تكون شخصيتها قويه او ان هي مثلا وحشه، او مش معنى كده ان انا قاسي عليها او كده. هو الموضوع جيب هزار وضحك، ولو انتوا حابين انا هختار، انا هسيبكم انتوا اللي تختاروا. اتفرجوا على الفيديوهات اللي انا عاملها وهوريكم هلكوا دلوقتي اللي هتيجي ورا بعض دلوقتي، وبعديها قرروا انكم تختاروا نكمل في التحديات ونكمل في اللي احنا ماشيين فيه، ولا نرجع لفيديوهاتنا القديمه. انا هسيب لكم انتوا الحكم. يلا اتفرجوا على الفيديوهات، ويا ريت تستنى وتتفرجوا على الفيديوهات كلها. اتمنى اتفرجوا. يا باشا انا معاك بكره. هتلعب كوره؟ انا مش فاضي. بس لا، انا عندي والله مشاكل في البيت هنا. وعلي جاي ومحمد. يا اسطى انا معاك يا اسطى، هنكسر. لا لا لا، ده انا بس يا ابني. انت ايه يا ابني؟ انت يا ابني دايما كده عامل لي مشاكل في حياتي. المفرش في رمضان؟ لا ما تخافيش. يا حبيبي الحمد لله تمام بخير. رايحين السينما بعد بكره؟ رايحين فين؟ لا لا يا عم لا، انا راجل متجوز واولادي اولى بكل قرش. لا انت عبيط ولا ايه؟ ما انت على السينما برضه. سينما ايه؟ ليلى جايه؟ ليلى؟ يا ولد أنا سمعت حاجة الليلة الجاية؟ لا أنا سمعت حاجة. مين الليلة الجاية دي؟ لا يا عم أنا ما عنديش أي ليالي، أنا راجل ملتزم في بيتي. لا لا، ولا الليلة جاية ولا الليلة رايحة. ما بلاش كان صنع. مع السلامة.
هو شرقاوي اتاخر علينا لايه تسليم البضاعه؟ ايه ده؟ هو شرقاوي بعت لنا فندام ولا ايه؟ ايه يا حبيبي ده؟ ايه ده؟ قلت كلمه السر بدل ما انت واقف ساكت. يا مريم حبيبي ما جاينهم حبيبي ما جاينهم حبيبي وديني جيت انا عمري ما بس خلاص يا وحش احنا هنقضي الاغاني كلها ولا ايه؟ وديني جيت محمد يا بيت ما تمسكش يا محمد النيوتي. انت لو شفت انت لو جبت البادي ده محمد هنيدي ما تمثلش تاني، اعتزل التمثيل، خربت علينا التمثيل. طبعا المشهد مفقوس، انا عارف انت هتعرفوه بسهوله. يلا انطلقوا. كرشو 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 يا رمضان عشان خاطر ودينا عند ماما، عايزه الدار وجعني وبطني ومش قادر اصلي. اقعدي اقعدي يا حاج، عايزه اقعد اسبوع اسبوع يا 10 ايام بجد والله احلف والله. يعني مش تزعل؟ روح كلميها بسرعه. طيب انا هكلم. هنشايص 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 رمضان. ايه؟ مش رايحة عند ماما. ليه؟ هي اللي هتيجي اسبوع وقتها. امك اللي هتيجي هنا اسبوع؟ اه. في حاجة؟ لا مش تمام. لا ما هو لو متضايق قول لي. لا بحسب انا داخلة لك شوية. رمضان. لا مش يا فرحة مدام خدها الغراب وطار. يا رمضان يا رمضان ثواني، فاضل 5 دقايق على المغرب. فاضل ايه؟ قوم قوم. امال ايه اللي ضرب ده؟ ده العيال بيضربوا بامب. العيال بيضربوا ايه؟ بامب. يلا قوم. حاضر يا دي. بصت اصوات موسيقى. موسيقى ده احنا عند الموسيقى دلوقتي. يقول لك البصت باين. البت اللي لغايه دي ما تتكلمش ورا الكاميرا عشان بوظينا البنت. اسكتي خالص انت، خليكي دينا. ايه رمضان؟ يلا يا حبيبتي هخرجك الخروجه اللي كنت قايل لك عليها. احلف بس بشرط واحده، ممكن تلبسي بسرعه وانا هستناك لغايه ما تلبسي. احلف والله. خلاص اشتقت بيتك. لا لا مش هبقى. بس ساعه. يلا وهتجهزي. يلا جباتي وسيمه. هاتي سيمه. اه هديك السيمه ساعه مثلا. وين انت عامله ده؟ اديني 5 دقايق بس. 5 دقايق؟ اديني 5. طب واقسم بالله ما احنا خارجين لا في سيما ولا فيش لطف. سلام يا دي. ايه في بحر الغاب شط. انا مش عماله اقول لك تعالى اشيل معايا دي. ثواني بقى تعالى اشيل معايا السجاده يا رمضان. دينا بعمل فيديو عايم في بحر الزفت. عايز اقوم حبيبي عايم في بحر الغاب شط الندله مليان. عايز اقول لكم ان في ناس شغاله باليوميه ومش اعداد قليله، ومفيش ناس عليها ديون وعليها ايجارات وعليها جمعيات. الناس دي لو ما نزلتش هتموت من الجوع، مش هتعرف تقعد القعده اللذيذه اللي انت مفتقدها مع عيلتك وعيالك اللي انت قاعد فرحان بيها اليومين دول. في ناس كتير قاعده بالهم والضغط والسكر. المهم ان اللي هيحل الازمه دي صدقوني لو واحد هيصرف ويجيب 2 درون وتلاته درون ويروح يصرف له على 15,000 ولا 20,000 ولا 100,000، في نص الشعب المصري تعبان. هنعمل الحل الوحيد اللي هو زي ما كان في ثورة يناير، ان الناس وقفت ورجال شعبية ووقفت جنب بعض. نفس الكلام، اللي يحس ان جاره تعبان، اللي يحس ان اللي فوقه محتاج حاجة، الناس تساعد بعضها. مش شرط نتجمع، بس ممكن نبقى عارفين مين اللي محتاج المساعدة وتساعده. انا جالي 50,000 رسالة في الواتساب ناس عايزة مساعدة. انا
بقيت مش قادر من كتر ما انا بقرا الرسائل مش قادر والله تعبت نفسي كده. بعدين لوحدها كده انا مش ممكن لقيتها يا ماما يا ماما قعدت امسك فيها هي مش عندي هنا العافيه انت رايح فين؟ هو انا مش مكلمك. فتحت عيني على احلى قلب في الكون بحاله وما بين ايديها ضمتني لحنانها الغالي ده هي امي وحبيبتي ودايما على بالي رجلك يا امي على راسي بحبها والاجل عيونك يا امي اخدم تحتها ده عمري كله يا امي ما يساوي ضفرها اللي يعرفك يا امي على طول يحبك وفي يوم وليله يتمنى انه يبقى ابنك انا فخور يا امي اني حته منك وجوه مرايتي يا امي بشوف ملامحك. ايوه شكرا. وليالي زمان بقى والذكريات والايام الجميله ايام ما كنا بقى بنخرج وبنروح وكانت الحياه ايزي. انت هتكوني احسن زوجه ليا هتكوني صاحبتي وهتكوني امي وابويا ومش هيكون في غيرك في حياتي. ثواني طب اقفل يا ابني هكلمك تاني. ما انا ما اعرفش اكلم اصحابي. هكلمك اكلم يعني ما اعرفش اكلم اصحابي. دي عيشه. هو ايه اللي عيشه؟ انا ما اعرفش اكلم اصحابي. يعني هي دي عيشه كل حاجه لاصحابك وبس؟ اصحاب فين؟ ده انا لسه مكلمهم ما بقاليش دقيقتين. دقيقتين نص ساعه بتكلم. نص ساعه يعني نص ساعه واليوم فيه 24 ساعه يعني. ايه يعني نص ساعه عايش معاك 24 ساعه؟ تمشي ده بيتي. انا سيب البيت وامشي. اه انت اللي سيب البيت وتمشي. انت حاسس حاجه في دماغي؟ اه حاسس. مش انت امبارح خيرتني ان انا لاخوكي؟ انا بقى اخترت اخويا لان الاخ ما بيتعوضش. لان انت ممكن تتجوز عليا واحدة واثنين وثلاثة لكن اخويا مش هيتعوض تاني. بس كده انت هتندم يا دينا. اندم؟ انا عايز اندم. لو جوزك مش هيتعوض برضو يا دينا اختيارك ما كانش صح. لا جوزي يتعوض وبنتي تتعوض وابني يتعوض لكن الاخ ما يتعوضش وده هو سندي وضهري. مين دي؟ مين دي؟ تعرفيش انا مين يا ماما؟ لا معرفش حضرتك مين يا ماما. لا يا ماما انا مراتي. في ايه؟ طنط يا ماما. طنط؟ طنط مين يا ماما؟ طنط يا ماما؟ ده انا اصغر منك يا حبيبتي. اصغر مني؟ اه. اتجوز واحد قد عيالك؟ هو انت ما تيش فيه يا ماما. رمضان بتتشيك بقى لمين؟ بتشيك كده انا بلبس ساعه. ايوه يعني بتتشيك لمين يعني؟ بقولك بلبس ساعه. ايوه بتتشيك لمين؟ خلاص مش هلبس الساعه انزل كده. وتنزل كده ازاي يعني مش فاهمه؟ انت بتتزوق لمين اصلا ونازل؟ مش نازل انا قاعد معاكي في البيت. وتقعد معايا في البيت ليه؟ يعني انت تقعد معايا في البيت ليه اصلا؟ اوبا اوبا انكنستون ادي لا اوبا انكنستون ده جيل يعني الصوف كده على قدك قلنا ماشي بنطلون واسع فيه وقلنا ماشي سرد على الحيط يا اخويا بتاع الجمال ده والنبي جميله يا اخدي. طب بالله عليك وانا راضيه سمتك ببص فين مش عارف ببص انت بتبص عارف ثاني خالص انا مش عارفه اتكلم ولغايه دلوقتي مش عارف انا بس هو ايه بس سؤال بس انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة يا رب تكونوا بخير. النهاردة عايز اتكلم في موضوع مهم جدا يا ريت تسمعوه. كل البنات بتقول كل الرجالة خاينين وكل الرجالة بتقول البنات خاينين فعايزين نقول اما هم دول خاينين واحنا خاينين اما مين اللي كويس يا ابن الحلال زي بالظبط اللي يقول لك ايه ده انا هضربه 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 اما كله بطل امال مين هيضرب. المهم يعني بتكلم في نقطة مهمة جدا يا ريت تفهموها وتفهموا قصدي. انا عايز اسال سؤال للبنت اللي بتقول كل الرجاله خاينين بالنسبه لابوكي خاين وبالنسبه لمامتك خاينه يبقى صح وزي ما في ناس وحشه في ناس حلوه
والطيبون الطيبون وتقول ما عينك حلوه مش هتشوف الا الناس الحلوه تقول ما عينك وحشه مش هتشوف الا الوحش سواري ايوه لما تكون مراتك زعلانه منك قوي مش عارف تصالحها حاجه واحده بس بتخلي الست تنخ ده انا تاريخ يعني انا مثلا مراتي دلوقتي مش طايقاني تعال خد السيناريو متنازل مش طايقاني الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي مراتي تنخ هو انا مش بكلمك الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي انت بتصور بقول لك ايه يا حبيبتي بقول لك ايه بس بجوزك ده الشبرين الست لما بتقلب جوزها بيبقى يوم اسود والرجاله اللي متجوزه عارفه بقول لك ايه انا عامل لك مفاجاه بس ما كنتش قايل لك عليها والله مش عايزه مفاجاه هنخرج نتعشى بره النهارده ماكدونالدز كنتاكي اللي يعجبك انت ابتسمتي بجد والله بجد لو رجعت في كلامك لو رجعت في كلامك اقسم بالله يا رمضان هتخليها جوز بطه اقسم بالله ليلتك سودا سودا انت بتقولي ايه انت مش هتحبيني لا عشان انت زعلت ماما يعني انا عشان زعلت ماما مش هتحبيني لا ماما انت بتحبيني ماما ما بتحبنيش يا فريده عشان انت زعلت ماما لا انا عايزك تحبيني تعالي حبيني لا انت زعلانه مني طب ولو انا لو ماما صلحتني انت هتحبيني لا صلحت عشان انت زعلت طيب صالحيني يا دينا شوف عشان انت زعلت صالحيني شوفيها شوفيها هتصالحني تاني ولا لا ها لا صالحيني طيب هي قالت لك لا يبقى انت اللي زعلانه بقى مش ماما يبقى انت اللي زعلانه مش ماما اضرب 10 شو اخبارك طيبين شو اخبار البذوره طيبين شو اخبار الورعاء طيب شو اخبار اللي ماشي في الشارع طيب شو اخبار البيت بحاله طيب شو اخبار امي شو اخبار ابويا شو اخبار اخواتي شو اخبار الناس زعلت خلاص ماشي خلاص شو هم المفروض يقولوا الحمد لله على اول مره بس هم يحبوا كتر شو 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 ماشي يلا شو بلاش كفايه شو اخبار انت شفتيها بعيني وفاضي يعني شفتها بعينك وبتحلف بالله ايوه بتقول لك قصير واللي انا وريتها لك شعرها قصير فريده مش الصوره اللي انا وريتها لماما هي بتاعه البت اللي انت شفتيها البت اللي انت كنت بتصور في بيتها استني 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 في بيتها هي بنت الكلب لا في بيت يا بنت انت جايه تهدي النفوس ولا تخربيها انت مش يا رب تكون فيديوهاتنا عجبتكم يا رب نكون رسمنا يا اما البسمه يا اما حسيت بنوع من التاثر في فيديو مثلا عامله في مؤثر هي دي نوعيه الفيديوهات اللي احنا كنا بنقدمها يا في التيك توك يا في اليوتيوب فلو انت شايفنا ان احنا تقال على قلبك مش حابب ان انت تشوفنا في اليوتيوب تاني او مش حابب ان احنا اكتب في الكومنت تحت وانا هقراه حابب ان احنا نقدم المحتوى اللي كنا بنقدمه الاول اكتب في الكومنت وانا هحترم رايك وان شاء الله نغير من محتوانا حابب ان احنا نمشي في التحديات ويبقى في منوعات في القناه بتاعتنا ماشي وللعلم فريده بنتي وزيزو ابني برضو ليهم في التمثيل شوية معنا وبيقعدوا يضحكوا ودمهم خفيف مش معنى ان هي قالت كلمة يبقى هي بتكرهني او مش معنى ان ابني قال كلمة يبقى هو بيكرهني لا هو ولادي بيحبوني بس هم منحازين شوية لامهم لانهم بيحبوها اكتر يا رب تكون استفدتوا واتفرجتوا على الفيديوهات وعايز تعليقاتكم تحت كل واحد يقول هو محتاج يتفرج على محتوى ايه في قناة بيت العيال الفرفوشة لان القناة دي لو كبرت حتى وهي كبيرة دلوقتي لو هي كبيرة فدي كبرت بيكم انتوا وبفرجتكم علينا وانكم انتوا بتدعمونا فان كنت انت عايز تغير من المحتوى بتاعك تقول لي اعمل حاجه اكتب برضو اي حاجه تعجبك اكتبها تحت نرجع بقى لموضوعنا الاربعه اللي المفروض يجوا يفطروا معانا في رمضان في واحد معلق في الكومنتات تحت اكيد هتلاقوه اسمه مو صلاح مو صلاح قال لي انا عايز اكون معاكم في رمضان انا كاتبه اهو كلمه مو صلاح خلاص هو كاتب مو صلاح 11 في التعليقات في الفيديو اللي فات بتاع عزومه رمضان مو صلاح خلاص وفي علي موسى علي موسى وفي بابا البابا محمد اسمه كده الايميل بتاعه اسمه البابا محمد عايز يجي يفطر عندنا في رمضان طبعا يشرفنا كل الناس اللي موجوده دي انها تيجي تفطر عندنا في رمضان محمد امجد محمد امجد الاسم لو واضح او مش واضح هو محمد امجد ناصر العربي ناصر العربي اهو ناصر العربي الراجل معلق في الكومنتات انا بقدر على فكره الفانز جدا وبقدر الناس اللي بتتفرج علينا انهم كلهم اهلي واخواتي اسامه مجدي
أسامة مجدي، أسامة مجدي. عبد الله مزيكا، عبد الله مزيكا. علي برهومي باين اهو، علي برهومي اتوقع. شهد شريف شهد، شهد شريف شهد، شهد شريف شهد. هنمسك ورقه ورقه من دول، هنعمل كده، خليكم معايا ركزوا. ورقه ورقه من دول اهو، خدوا بالكم اللي انا بعمله ده نفس اللي هيتعمل في التليفون معاكم يعني، مش وهيقابلني وهياخد موبايله، نفس اللي بيتعمل ده هو نفسه اللي هيتعمل في موضوع التليفون وهيتعمل في موضوع السماعه. هعمل كده برضو، هحط برضو ايه ورق مطبق كده اهو، ورق مطبق اهو اهو، طبقه لكم خالص، طبقه لكم خالص اهو كده. ثلاثه انا بطبقه قدامكم عشان ايه الناس بتتكلم عن المصداقيه ومش المصداقيه، انا والله صادق في كل كلمه بقولها. ادي اهو اهو اهو، احنا يهمنا ان احنا زي ما بنستفاد من فرجتك لينا وبتعمل لنا شير وبتحبنا وبتدعمنا، احنا كمان نفيدك معانا ان انت تكون موجود معانا في بيت العيله الفرفوشه. واكتر حد بيدعمنا وبيعمل لنا شير وبيعمل لايك للفيديو وبيشيره وبيخلي اصحابه يتفرجوا عليه او يخلي اصحابه يعملوا سبسكرايب للقناه، اكيد هيبقى مكانه معانا برده في بيت العيال الفرفوشه في فيديو في تحدي. لان طبعا اكيد في شهر رمضان اللي انتم ما تعرفوش ان انا هاجي في شهر رمضان، هاجي في شهر رمضان اعمل كل 3 ايام تحديات ما بيني وما بين الفانز. يعني ممكن تلاقوني جايب ناس من اللي بتعلق تحت دي بتعمل معايا تحدي في البيت هنا. كل 3 ايام هيبقى فيه ما بيننا وما بين الفانز تحدي، وفي ناس كسبانه وفي ناس خسرانه. وهنعمل حاجات كتير جميله، هيبقى فيها لعبه الافلام، فيها حاجات في القران، ان احنا نشوف نسال سؤال ونشوف مين هيجاوب، وناخد اللي بيجاوبوا من الفانز ونعمل لهم زي ما انتم شايفين كده نفس اللي انا بعمله ده. نروح مطبقين كده، هوريكم بس اخر اسم اللي هو علي برهومي ده اهو. نروح مطبقين كده، بصوا بقى اهو هما مطبقين اهو. هنجيب دي كده اهي فاضيه اهي، نجيبها نحط دول كده اهو خلاص، ونعمل كده. المفروض نختار منهم اربع اسامي اهو، هنختار منهم اربع اسامي. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه. انا والله ما اعرف هما مين اللي انا اخترتهم دول. علي، علي موسى، علي موسى اول اسم معايا ان شاء الله يشرفني في رمضان. وهي دينك اقنعتني ان اول 10 ايام في رمضان بيبقى عزومات اهل، يعني ده رايح لاهله ده جاي من عند اهله، وخصوصا لو في حد من محافظه ولا حاجه فيبقى صعب عليه في اول 10 ايام. فخليها من يعني بالظبط هيكون يا 10 يوم رمضان يا 11 يوم رمضان، المهم ان انت خلاص اتعزمت عندنا في رمضان. علي موسى هنحدد لك اليوم بالظبط من 10 يوم رمضان لتاني يوم، يعني كده هيكون 12 يوم مش كتير يعني. اهو علي موسى، علي موسى انت معزوم عندنا في بيت العيله الفرفوشه، وتيجي تعمل معانا تحدي هنا في البيت. علي موسى. ناصر العربي، ناصر العربي انت معزوم عندنا في رمضان هنا وتيجي تعمل معانا تحدي في البيت. ناصر العربي، ناصر العربي نفس الكلام هيحصل في موضوع التليفون يا جماعه. علي برهومي، علي برهومي، علي برهومي، يا رب اسمك يكون صح او انا كتبته صح في التعليقات. ونفس الكلام يا جماعه الاسامي دي دوروا عليها في التعليقات تحت هتلاقوها في الفيديو اللي فات. شهد شريف شهد، شهد شريف شهد المفروض معزوم عندنا في رمضان خلاص. يبقى علي موسى، هحط لكم الاسماء على الشاشه جنب هنا كمان، علي موسى وناصر العربي وعلي برهومي وشهد محمد وشهد شريف شهد. الناس دي معزومه عندنا في رمضان، ان شاء الله تيجوا تنورونا، وده يبقى شرف لينا والله ان انتوا تيجوا تفطروا عندنا في رمضان يوم، وهكون مبسوط. وبالنسبه للناس اللي علقت وحبوا ان هم يعزمونا ده شرف لينا، وهنجي لكم هتعزمونا احنا هنروح بقى على طول. احنا هنموت في العزومات. يا رب نكون الفيديوهات اللي انتوا شفتوها
عجبتكم، يا رب تكون انتوا شايفينها دعم لينا. قصه التليفون عشان ما اتكلمش تاني، انك تكسب التليفون او تكسب السماعه، هتعمل ايه؟ هتعمل لايك وشير لاخر 3 فيديوهات، مشاركه ليك على الفيسبوك وعلى الواتساب، وبتكتب من فوق اعملوا سبسكرايب للقناه دي ودعموها، بس هتكتب كده. وبتخش في الانستجرام بتبعت سكرينات ان انت عملت كده. الانستجرام هحط لك اللينك تحت في المصادر، هحط لك اللينك تحت في المصادر. تاني حاجه هحاول ان انا اخلي دينا تعلق اول تعليق واثبته لها عشان قناتها، يعني اللي هي فيها يوميات دينا، لان في بعض الناس بيبقوا حابين ان دينا تقول لهم تلفت الطرحه ازاي، الميك اب ازاي، البنات يعني يومك بتقضي ازاي، الاكل بتاعك بتعمليه ازاي، رشاقتك مش عارف ايه، بيحبوا يكلموها كست ان هي بتتعامل دي ازاي. فهي دينا عامله يوميات، قناه فيها يوميتها اسمها يوميات دينا الفرفوشه. القناه هخليها هي دينا تعلق في اول تعليق وانا هثبته لها، لو كده اعملوا لها سبسكرايب ليها عشان تتابعوا البنات تتابعها اللي هي حابه تتفرج على يومات دينا اللي هي ليها علاقه بحاجاتها الخاصه يعني. المهم يعني الموبايل والسماعه زي ما انا قلت، شير لاخر 3 فيديوهات فيسبوك وواتساب في الحاله، وحاول تبعت لاصحابك اكبر عدد ان هم يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس. لو انت شايفنا عايزين نكمل لا تتردد، وبعت في الانستجرام ان انت عملت كده. دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده، الناس اللي شايفه المحتوى اللي احنا بنقدمه حاليا مش عاجبها تكتب ان هو مش عاجبني، شايفه ان هو حلو وفي تنوع في القناه تكتب انه في تنوع، وانا هقرا كل الكومنتات. وان شاء الله الفيديو الجاي تكون دينا خفت الحمد لله تكون جنبي، ادعوا لها بالسلامه. كله يكتب الف سلامه عليك يا دينا، ومع السلامه، اشوف وشكم بخير، ويا رب تكونوا دايما بخير ورمضان كريم. واخر فيديو هقفل معاكم بيه اسمعوه، وبعد كده مع السلامه، اشوف وشكم بخير. تحياتي العيلة الفرفوشة بالشكل الجديد. الولاية عيانة وتعبانة، ادعوا لها بالسلامة. بعد لقاءاتنا مع بعض نجوم السوشيال ميديا بقى ده حالي، فانا قررت ان انا ما اقابلش حد من السوشيال ميديا تاني لحد ما ارجع لحالتي الطبيعية تاني، لان انا من ساعة ما قابلتهم وانا بقيت في النازل خالص، وبقيت ضعيف وما باكلش يا عم الحاج، والله ما باكل، واثنين وقعت. فنجوم السوشيال ميديا مش نجوم، احنا اللي نجوم ونقعد وانتوا لسه واقفين. العيله الفرفوشه بتحييكم وبتقول لكم كل سنه وانتوا طيبين ورمضان كريم.